عقدت مساء أمس في البلاد جلسة مباحثة رسمية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح مع وزير النفط في جمهورية العراق ثامر الغضبان وبمشاركة وفد جمهورية العراق المرافق لرئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي الذي كان في زيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون الوثيقة والمتينة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها على كافة المستويات وفي شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. حضر جلسة المباحثات الرسمية عن الجانب الكويتي كل من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير التجارة والصناعة خالد الرضان ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.